لبيك برعاية مؤسسة الملوان الوقفية. لبيك غفار الذنوب لبيك لبيك ملء الكون يا الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا حياكم الله، يا هلا ومسهلا بعد هالفاصل اللي كنا فيه بعيدين شويتين وزلنا معكم في لبيك من هنا من استديوهاتنا في الرياض الجميلة الماطرة، ومن هناك من المشاعر المقدسة نسعد بكم في ثاني أيام هذه تغطية من شبكة المجد. ولبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. ليلة عيد وفرح وابتسامة وسعادة وخير ومحبة. الوكاد ما شاء الله الاستديو امتلأ، ونبدأ بالترحيب بحبيبنا الشيخ فهد العطلة صاحب وصانع الابتسامة الجميلة. يا هلا ومسهلا. الله يسعدك، مرحبا جدا بكم والشباب جميعا. الله يحييك، الله يحفظك، بارك فيكم. الله يسعدك. ترى شوف، انا رحب بالشباب، جهز لي ابياتك، دائما يكتب في كل حج ابياتا جميله. احنا نضم الينا كان معاذ عسل كالعاده. حبيبنا مشعل نورت، الله يرضى عنك. يا حبيبي الله يسعدك، كذلك حبيبنا فهد اهلا وسهلا. الكرام الله يحييكم جميعا. الله يسعدك حبيبنا بكيل أبا ياسر، يا هلا وسهلا يا مرحبا. أنا عجبتني حقيقة النشيدة اللي قبل قليل. نعم نشيدة جميلة عجبتني جدا. وعطي نعم عبد الله المهداوي، لا وقبل ذلك ويعني خلف كل نشيد جميل الأستاذ هشام العديني مهندس الصوت. نعم فهو مهندس الصوت أيضا، فتحية لعبد الله وتحية لأبو سليمان هشام. هذا أنت أبو ياسر، الكلمة والنغم يطرب كثيرا. نعم. نعم. وهي كلمات الأستاذة أمل الشقير. ايه ما شاء الله. وكثير من أناشيد المجد ما شاء الله يعني الله. تكتبها ما شاء الله تبارك الله. كذلك نور السعدون معدة هذا البرنامج. ويلا بنغبيش مجهز عبد العزيز. طيب شوف ناخذ الوقف ثم نجي نذكر بسؤال. يلا جهز أبيات خدمتك. يلا بنغبيش بسؤال الوقف ابتداء. أعطيكم التحديث اليومي اللي صراحة فيه بشارة جميلة جدا. طيب ممتاز تفضل. فيا رب يسر. أول شيء السؤال، يقع وقف الصدقة الجارية التابعة لجمعية البر في أي مدينة؟ مدينة أو طيبة؟ لا أنا بقول الشروط بيعرفون وين. أيوة الشروط، أول شيء عدد تغريد السؤال. أيوة ثم متابعة حساب برنامج السهم، ثم متابعة حساب الجمعية وجمعية البر بالمدينة المنورة. والسؤال وين تقع الجمعية؟ وين تقع الجمعية؟ وين يقع الوقف؟ متابعة حساب جمعية البر بالمدينة. صحيح. فعاد إن شاء الله. يعني أنت تقصد المدينة؟ أنا أقصد المدينة. اللي هي طيبة وطابة. المدينة. طيبة. أي والله. خلاص. طيب. طيب. مشاركة في هاشتاج البرنامج اليوم. لبيك تسعة. يا سلام. طيب. يا سلام. طيب احنا عندنا التحديث، احنا طبعا نذكر الشيخ بس الكريم انه هذه الجمعية مضى عليها اكثر من 63 سنة. ما شاء الله. اي نعم. والجمعية تخدم فقراء اهل المدينة وما حولها. وعندنا هالوقف هالمجسم الطيب، عادي اوقف عنده يا جماعة، ايش رايكم؟ اي ليش لا، انا ودي والله اني اوقف عند هذا الوقف الطيب. طبعا الوقف ما شاء الله هذا مجسم طبعا، يقع في الوقف. اي نعم مجسم الوقف. طيب. اي نعم يقع في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم داخل الحرم. داخل يعني على الحرم 2 كيلو بالضبط. ممتاز. اي نعم يعني قريب جدا من الحرم. طبعا شيخنا الكريم والضيوف ومقدمينا الرائعين، ما في ضيوف، ما في، كلكم اهل المكان. اي نعم هذا الوقف يا شيخ كان في المرحله الاولى نستهدف 25 مليون ناصر، هذه المرحله الاولى 25 مليون. ودخلنا مع الجمهور الكريم في تحدي بحمله اسمها حمله اكسب العشر، هدفنا انه نصل الى 4 مليون. ثم السفراء معاذ ومشعل ومعهم صهيب كان معنا بالامس قالوا لا خلوه 5 مليون.
عجيب. اي نعم ما شاء الله. وكان هدفنا في اول 5 أيام انه يكتمل 2 مليون ووصلنا الى 2,000,000 وكسور. اي نعم. انا اشوف من شده الفرحه نسيت اخذ التحديث معي. اي عطني لا الورقه خذ راحتك ابو. مره خذ راحتك. فاحنا شيخنا الكريم في اول 5 أيام وصلنا 2,130,000 تقريبا. وقلنا يعني الجمهور كسب التحدي الاول يعني فاحنا خسرانين ان شاء الله دائما خسرانين في التحديات. فالتحدي الثاني انه يكتمل 3 مليون خلال 5 أيام. واخر تحديث وصلنا اليوم انه 4,320,399. واللي يتحدى يا ويله. اي واللي يتحدى طبعا المتبقي ما شاء الله 679,601. يا سلام. الى بكره ينتهي التحدي. يا سلام. وانا اجزم انه هذا الجمهور الكريم صدقني حيكسب التحدي باذن الله. وتكتب ان شاء الله الخمسة المتبقي تكتمل الليله ان شاء الله باذن الله. اليوم يوم عرفه يوم كريم وغدا اعظم ايام الدنيا فباذن الله انه بعد يكتمل. التحديث او عطنا تحديث. اي التحديث الاخير هنا لا تورطني مع التفاصيل من معي الحين. ادوار مع عدد اي هذه كلها غدا ان شاء الله اطرحها. بس نحب التفاصيل. وين غرف الاجنحه؟ بسم الله عليه دقيق. وما ما شاء الله. لا مو دقيق. الكافي هو يحب الكافيات. هذا مو دقيق هذا طحين. يا اسلم يلا. فعندنا احنا كنا يعني 36% اليوم وصلنا 50%. طيب ما شاء الله الحمد لله. اكتمل الوقف الان 50% من قيمة الوقف من قيمة 25 مليون المرحلة الأولى. هذه المرحلة الأولى بإذن الله. وهذا هو هدفنا نكمل 25 مليون ثم إن شاء الله مراحل أخرى نصل لها. فهذه إن شاء الله بإشارة للجمهور الكريم ما شاء الله. وبإذن الله أن يكملوا معنا 5 مليون إن شاء الله. طيب بما أن حديثنا على الوقف نشوف أخونا معاد إيش عنده حبيبنا السفير الأول. الله يعطيكم العافية. الوقف بإذن الله أنه مكتمل بنا أو بدوننا، لكن من الذي يبادر ويكتب له يعني الأجر في الجنة بإذن الله. وسبق درهم 1,000 دينار. عيد الجملة ألف درهم. أقول الوقف هو مكتمل بنا أو بدوننا، ولكن الكاسب الأول اللي بيشارك في هذا الوقف بإذن الله. ما عرفت هو أنت رسمي. الله يسلمك. الله يعطيك. الله يسلمك. أنا عندي مشاركة بسيطة. تفضل حبيبي. بمناسبة هذه العشرة الفضيلة كتبتها، قلت أيام عظمت من رب كريم. الله. تتوالى أيام الرحمة باختلاف ثوابها وعظم شأنها. لا تبتعد عن بعضها بالأيام ولكن قد تقترب بالأعمال. هناك من يبحث عن الأجور بتنوع الأعمال، وهناك من يعمل نفس العمل كل عام. فهنيئا لمن اغتنم وعمل وكبر وهلل. جعلنا الله من المقبولين الفائزين. ونحن من أبنائكم أبناء برنامج سهم نقول لكم كل عام وأنتم بخير، وكل عام وأنتم إلى الله أقرب. الله يعطيكم العافية وشكرا لكم يا الله. ما شاء الله. أخوي مشعل، أول شيء أرحب بكم بما أن هذا برنامج سهم، وأحب أقول أن فضل الصدقة فضل كبير. أحسنت. ولولا الله ثم عظم الصدقة ما كان لها باب من أبواب الجنة اسمه باب الصدقة. الصدقة إذا أنت ادخرت يعني بتجمع مالك إلى متى؟ بلا صح مالك اللي تصرف هذه الدنيا بيروح، بس بيبقى شيء تدخره ليوم القيامة. الناس تسعى وتتوظف عشان تكسب مالها آخر الشهر وعشان يبقى لها رصيد آخر الشهر، بس ليش أنت ما تدخر شيء الحين عشان يبقى لك شيء عند رب العالمين يوم القيامة؟ أحسنت. فهذا هو الشيء اللي أنا لو الواحد استشعر واستشعر عظم هذه الأيام ببادر. ولا تحقرن من المعروف شيئا حتى لو كان شيء قليل، حتى لو كان ريال 10 ريال عادي، ريال على ريال إن شاء الله بيكتمل الوقف بأسرع طريقة بإذن الله. وما عندكم يوم فد؟ ما عند الله. وما عند الله باق. نودنا بعد الشيخ ترى يعلق على الوقف إذا بتأخذ في كنا سمع فهد. نعم. سم فهد. أول شيء الله يمسيكم بالخير جميعا ويحييكم. مرحبا مرحبا. أنا والله سعيد جدا بوجودي معكم. هل الأمر الآخر بالنسبة للوقف أقول الله سبحانه وتعالى يعني من رحمته فينا عندما ينتهي موسم من الطاعات يبتدي موسم آخر. إن اليوم كان في أفضل أيام الدنيا ولا زلنا فيها من الأيام المباركة الفاضلة. الإنسان يبادر في مثل هذه الأوقاف. هذه من الأعمال الجارية كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم أو صدقة جارية. ما يبقى للإنسان إلا ما قدم. جاء قال الله سبحانه وتعالى في محكم التنزيل: يا ليتني قدمت لحياتي. فالإنسان الشيء اللي أنت تدفعه هذا ما يبقى لك، ما هو باللي تخليه معك. هذا اللي معك ليس لك، هذا اللي من خلفك للأبناء والبنات والزوجات للورثة. في ناس خلفك، أما ما تنفقها الآن هو ما يبقى لك في الآخرة. يا سلام. فأذكر يعني قول الشاعر لعلي يذكره دائما، يقول وكما جاء في الحديث القدسي: أنفق يا ابن آدم أنفق عليك. فعندما تنفق أنت هذه زيادة لك، زيادة ونماء، فأنت تدخر لنفسك في الدنيا قبل الآخرة. صباح. فيقول الشاعر: أنفق ولا تخشى إقلالا فقد قسمت
بين العباد مع الأجال أرزاق. هذه الأيام أيام فاضلة، فليستغلها الإنسان، فليبادر بالصدقة. والله إن حنا المحتاجين زي ما قال معاذ وذكرناه سابقا، الرابح والخاسر في هذه الحالة أنت، أنت المعطى المحروم، أنت اللي إذا أعطاك الله سبحانه وتعالى وما أنفقت في أبواب الخير فأنت المعطى المحروم. يا سلام. الموفق من وفقها الله سبحانه وتعالى. جميل. للمساعدة والمبادرة في مثل هذه الأوقات. جميل. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من المبادرين فيها. لا فض فوك لا أنت حبيبنا، سعدكم الله جميعا ورضي عنكم وتقبل منا. طيب إحنا بس مودنا نستأثر الحديث بأكثر مع نأخذ وقت على ضيفنا حبيبنا شيخ فهد. حديث جميل، ليلة جميلة فاضلة كريمة، غدا أعظم أيام الدنيا، يوم الفرح الأكبر، يوم العيد الأكبر، يوم الحج. الناس الآن يستعدون بالأضاحي ويستعدون بالحلويات ويستعدون بالابتسامات، يوم العيد. يا سلام. الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. بعد الحمد لله عز وجل والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم صل. أنا سعيد جدا أن ألتقي بكم في هالجلسة المباركة والجميلة والرائعة. إحنا نعرف دائما أن السماء فيها قمرا واحد. الله. ففي هذه الليلة اكتشفت أنها ما شاء الله نحن بين مجموعة أقمار، كل قمر يلمع بريقه ما شاء الله عبر هذه الشاشة. وأنت البدر. لا أنا يمكن قمر لكن فيني خسوف شوي. إيه. أحتاج إلى صلاة يعني تعدله. أنا سعيد جدا بكم هذا أولا، ونحن يعني في يوم عظيم اللي يوم عرفة، وهذه الليلة وهي ليلة العيد كما ذكرت أستاذ محمد والإخوة أيضا جميعا، السعادة دائما أو الابتسامة هي لا تحتاج إلى مزيد جهد أو عمل أو شيء. دعوني يعني أردف الحديث في قضية الوقف مثل ما ذكر الأستاذ عبد العزيز. الآن أنت في قضية الصدقة الآن، هذا نجعلها كمقدمة لحديثنا في الصدقة الآن. لا يظن الظان أنه أنا لما أتصدق على محتاج أو على مسكين أنه هو المستفيد، ترى أنت المستفيد أولا، وأنت بالمبلغ اللي أنت تقدمه سواء للوقف أو لغيره من الأعمال الجارية، أنت الآن كأنك تقول لنفسك ها يا نفسي قدمت لك شيء حتى يصفى القلب فأبتسم وأسعد سعادة كبيرة جدا. أنت لما تقدم للمحتاج كلمة طيبة وصدقة ومعروف وخدمة، لا يأتي كما قلنا سابقا أنه أنت المستفيد، أنه هو المستفيد، لا أنت المستفيد، بعكس التاجر البحت اللي يتاجر من أجل نفسه. أحسنت، لأن هذه التجارة مع من؟ مع الله عز وجل سبحانه وتعالى. فبعض الناس، وأنا اسمحوا لي أضرب مثال الآن يعني كمثال واقعي، الآن عامل النظافة أو الشخص الذي يخدم كم قد يكون راتبه بالعادة؟ قليل جدا، ممكن قد لا يصل 1000 ريال. صحيح. تقريبا. لكن تخيل معي هذه الصورة الآن الواقعية، يأتيك عامل النظافة وأنت في الظهر أو بعد العصر في الشمس، وأنت في سيارتك قد تكون آخر موديل، وأنت في المرتبة الفلانية ومشغل المكيف، يأتي إليك هذا المسكين أو هذا الضعيف وهذا المحتاج، يطرق عليك زجاج السيارة، أول عمل يعمله إيش يسوي؟ يبتسم. جيد. ثم يقول لك إما سواء بيدها أو يقول لك عطني ريال. يأتي هذا الرجل اللي هو في السيارة الآن جالس في السيارة، يظن هو أننا هو صاحب فضل على هذا المسكين، فقد يشير له بإصبعه أو يقول له برأسه هكذا، ولا يدري لأن هذا بنعمة وعنده راتب وسيارة آخر موديل وفي الفخامة هذه كلها. سبحان الله ما وفقه رب العالمين للابتسامة، لكن وفق ذاك المغترب اللي هو بعيد عن أهله. إذا قضية الابتسامة أو قضية الصدقة بالابتسامة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عظيمة جدا، أنك أنت لما تتصدق على الناس. ومن هذا المنطلق أنا أدعو نفسي وأدعو الإخوة جميعا في هذه الليلة المباركة، هالأوقاف المباركة مثل ما ذكر الأستاذ عبد العزيز، أنت الآن يعني كما قال الله عز وجل، ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه. يعني أنت الآن لما يأتيك إعلان، إحنا اليوم في ليلة عيد، وأنت تسير في الأسواق وفي الشوارع تشوف لك إعلان خذ المنتج الفلاني وخذ مقابله منتجين أو كذا عرض، تتوقف سيارتك وتنزل وتفعل وتجي، عرض دنيوي، لكن هذا عرض أخروي الآن مع الله عز وجل، الحين فلا احتاج انك انت تفكر فيه. الحين هذا العروض اونلاين، يجيك اشتر عطر خذ الثاني. ايه. والحين برضو الاوقاف اونلاين ما شاء الله، كل شيء جاهز، يعني موجود الان تطبيق يستطيع. نعم. انه تطبيق موجود في متجر الكتروني كذلك. ايه. كله يعني ممكن هو جالس في الجوال الان يتابعنا مباشره. هو جالس، هو منسدح. لا هو جالس اول جالس. لا هو اذا انسدح يمكن انه يضغط ازرار ما هي يعني. انا اقول بما انه طاري الابتسامه، انا ودي اعطيكم كذا حاجه ولعلها تكون مشاركه. الان ليله عيد، ليله فرح، ليله جمال،
وما أجمل أن تكون أنت صانع للفرح، ليس فقط أنت فرح، لأنت صانع للابتسامة. طيب ودنا بشيء كذا تطبيق عملي، الليلة مع الوقف، وتشاركنا يا شيخ فهد. سمع بدنا معكم. أنا أقول فرصة الليلة، من لديه أب أم على قيد الحياة، أتوقع الجمعية وغيرها، وإحنا نتكلم عن وقفنا هذا، أكيد عندهم إهداءات صح، حتى تشارك الفرح في فرح أمك وأبوكم على قدر الحياة. يا أخي خذ هالوقف، خذ هالسهم، واكتب أمي أم عبد الله أم فلان الاسم اللي تحبه، روح عندها وصنع الفرح وعيد عليها، عيد عليها وهذا أفضل عيدية، مبلغ نقدي وعيد عليها بهالشهادة، قولها بالشركة أمي تراني وقفت لك مبلغ وساهم في المدينة، وصور لها الوقف في ذا ورها وين يبنى وين كذا. وش أثر يا شيخ؟ أثره صراحة رائع جدا. تو الآن يعني مسألة التطبيق هذه جميلة يا شيخ، يعني أنه هو جالس الآن بدل ما يقول بكرة إيش أفكر ممكن أقدم لوالدي أو والدتي، ممكن وأنا جالس الآن أقدم هدية لهما، أرسم لهما الابتسامة قبل بلوغ العيد وقبل صلاة العيد. الله فرحة غير معتادة، وترى كبار السن يعني يحتاجون لمثل هذا. لما تأتي أنت بهدية هي مغاير عن الهدايا اللي تأتي كل سنة، غالب كبير السن تجيها هدايا محدودة معينة، واحد اثنين ثلاثة أربعة لكن طواقي نعم وملة ترى من كبار السن من اللي يجيب، لكن لو أتيتهم بشيء جديد وغريب الله حتى لو كان بسيطا لكن له أثر، وترى الهدية ليست بقيمتها لكن بقيمة من أهداك إياها، يعني حين أو الطريقة والاحترافية في هذا ولعل نتحدث عنه مهتم فيه صحيح، لعله الربط هذا تشير إلى معنى. أنا جالس أقرأ بعض الرسائل الآن فلفت إلى بالي في صناعة الابتسامة وصناعة الفرح وبكرة عيد، أنه في أعداء للفرح صحيح، في ناس طبيعتهم المرض سواء المرض النفسي أو الأزمات، قطاع طرق الفرح، قطاع طرق الفرح، يعني لا يأنس لا بعيد ولا يأنس بحديث ولا بطرفة ولا بمزحة. لو الحين مزح معاذ قالوا كثرت على المشاهدين، وإحنا نأنس بمعاذ وهو يؤنسنا وبمشعل هو يروقنا وبفهد هو يطربنا وببكيل هو يمتعنا، نأنس. فبعض الناس كذا هذه طبيعته، نريد أن نغير من هذه الطبيعة ومستعدين ندفع علاج لمن لا يبتسم، بس خليه يبتسم. لماذا بعض الناس لا يبتسمون لا يفرحون؟ أين الخلل؟ الخلل هو شيء داخلي، يعني حقيقة السعادة هي سعادة داخلية. لعلي أن أقدم بها التقدمة وهي يعني في نص القرآن، من الأعمال ومن أوائل الأعمال التي أهل الجنة يحمد الله عز وجل عليها هي وقالوا الحمد لله هدانا الذي لا الذي أذهب عنا الحزن، الحزن إن ربنا، يعني قضية أنهم الآن أول ما دخلوا إلى الجنة ورأوا النعيم اللي في الجنة قالوا الحمد لله أن الله عز وجل أكرمنا بأنه أذهب عنا الحزن. الله ترى يقول هذه اللي كان يتصنع كما قال الشيخ ناصر الآن في قضية، ترى عندنا أناس الآن يقتلون الفرحة، تلقاهم جالسين في مجلس ويتكلمون ويسولفون بكرة عيد وكذا، تأتيه رسالة مثلا من جهة معينة ولا جتها مخالفة ولا جتها رسالة من البيت أو كذا ضاق صدره، فعم السلبية والكآبة على الحاضرين. طيب هذه مشكلة، ولا يفرق بين المواسم. احنا مثال ليلة عيد، فلما تمزح او مثال مشعل يعطينا ذبة حلوة نسعد بها ونأنس، نريد ان نفرح. صحيح. اسلم يا شيخ. سلام. اهلا استاذ ثامر. اهلا بالغالي. مرحبا. اهلا حبيبي. فاهم الحياة. اهلا 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 بالشيخ. احبك والله. والله انا احبك مليون فاصل 16 ناقص 20. بتكون انه سالم انه احنا ماشي الحلاوة. لحظة لحظة مخرجنا الكريم. تعال شيخ، هذا الشيخ فهد العطر. جيب مخرجنا، شوف شفت الكاميرا انت اليوم كرين. لا عادة الناس يطلعون في كاميرا، حرك الكاميرا اعطيني لقطة اوسع وابتسم انت في ابتسامة اوسع، قل لهم احبكم جميعا. احبكم جميعا واحب كل اللي معنا. الله يحفظك. تفضل تفضل. لا لا هذا مكانك. لا مكان. الله يسعدك استاذ. الله يعزك. الله يعزك. مساكم الله بالخير. كل عام وانتم بخير استاذ فهد. تقبل الله منا ومنكم يا رب. الله يعزك. اسلم شيخنا وراح نرجع لك استاذ ثامر. الله يكرمك. فأقول بعض الناس قد يكون هو يأتي بالسلبية أو يأتي بالكآبة في المجلس اللي يكون فيه أو في مجموعة في الواتساب أو شيء، يعني تحس إنه رجل كأنه يعني أو امرأة. هكذا أو امرأة يعني أغوب لكن الغالب أنه النساء نبرئهم الليلة ليلة عيد. فالقضية نحن بدون النساء يا شيخ. صحيح. فالمقصد هو أنه لا تكون أنت هكذا رجلا سلبيا، إذا قدم لك شيء سلبي حاولك أنت يعني بطريقتك انك تقول هذا الشيء اللي هو غير جيد انا ممكن اصنع منه شيء جيد. غالب الناس انه او فئه الشباب تحديدا الان صحيح. جعلوا اعيادنا يعني والله ما عندنا عيد صحيح، وعيدنا كله نوم ولا في شيء معين، نقولها على رسلك وفقك الله.
لا ترسل للناس هذه الرسائل عبر وسائل التواصل، ترى عيدنا فيه فرح، فيه ابتسامة. إذا كان صلى الله عليه وسلم سمح بضرب الدف في ليلة العيد، وأيضا كذلك التزاور والمسامحة والتآلف. القضية أنك أنت الآن سالفة الغيبوبة يا شيخ، سالفة الغيبوبة الجماعية، الغيبوبة نعم، يأتونك برسائل هي غير مباشرة. الآن يلا خلاص عيدنا، صل العيد يلا بسم الله، أول واحد أنا غيبوبة جماعية وبسم الله نمنا، فيأتي المتابعين واللي معه واللي في الجروبات. لا تكن هكذا، يعني اصنعوا من أعيادكم مواقف جميلة ورائعة. ولعل نتكلم على أشياء عملية ممكن يطبقونها الأسر غدا في العيد، هي ممكن تكون أشياء بسيطة لكن في أثرها للأسرة عميق جدا. يعني ندخل الآن ولا عندكم إيه؟ لا هات عطنا 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 واحدة منها. إحنا نريد نجمع الحسنين، وجودك وجود الآن أستاذ ثامر، ونجمع النماذج راح نأخذها منك سم. لكن أستاذ ثامر مستشارنا الجميل، ما شاء الله تبارك الله شيخنا، ما شاء الله الله يسعدك الزاكي أفاض يعني وزاد ما شاء الله. أستاذ ثامر الصالح، أستاذ ثامر الصالح أي نعم، استشار الله يكرمك يعزك، مرحبا مليون واحد أصحاب الابتسامة الجميلة. أنا استضفته في وقاية في عز كورونا فكان مبتسما جميلا، هو الأستاذ فهد. طيب ما أنسى عيد صدقا، حضرت عيد وكان في واحد متحدث حديثه شيق ونكات وقصص ومواقف في المجلس، في المجلس ما عليك زود يا شيخ، لنا أهدى لنا عيدنا الصدق، كيف عليك زود لنا عيدنا يعني أمتع اللي في المجلس كله، وطلعنا مبسوطين نتذكر المكان بالخير، الله أكبر، نتذكر اللي أضافنا بالخير، نتذكر ذاك العشاء على وضعه العادي، يعني كان العشاء رز ولحم وفي الحدود الطبيعية، شو مو بشيء مبالغ فيه. هذه رسالة لسعد الأسمري، سعد الأسمري إيه أنا قايل له ترى من دخلت وأنا قايل له ترى إيه أنا العادة هجاج بس إن شاء الله اللحم اللي هذا المعنى أستاذ ثامر. أنت القصة القصة الحياة كلها والعلاقات كلها ذكريات، الله الطنطاوي يقول الحياة هي الذكريات، الله أكبر الله أكبر. فالذكريات كيف نصنعها؟ نصنعها بالأفعال والمواقف والكلمات والابتسامة بل وفي نظرية اسمها العزو الخاطئ للإثارة، يعني النسبة الخاطئة للإثارة، ومعناها غريب صدقا. تقول النظرية أو مختصرها، لو مارست مع شخص نشاط مثير حلو لذيذ طعم، يعني قعدة بحر، أصوات البحر، قهوة، جلسة مع ناس، لعبة بلياردو، الجلسة الحلوة، يقول لك المشاعر اللي تولدت من الموقف تنسبه لشريك الموقف. لشريك الموقف، يعني الزوجين اللي يروحون ينبسطون ينسبون هالشعور اللي تولد من الموقف وأيام عيد الحين لبعضهما. والعكس صحيح، المشكلة النظرية في السلبي وفي الإيجابي، اللي يضربون عند أهليهم أو يطقون في سوق أو قدام الله وخلقه، يتولد يعني مشاعر سلبية من هالموقف وينسبونها ليش؟ للأشخاص، لبعضهم، في الذكريات تعود للأشخاص. يا سلام. فلذلك هذه أيام فاضلة صدقا، لا اليوم ولا العشر اللي السابقة ولا تمامها إن شاء الله العظيم غدا، يا سلام، مبني على خلنا نطبق هالنظرية عمليا، العزو الخاطئ للإثارة، فلنباشر ويعني نستمتع به أنشطة مشتركة، نعم، عشان ننسب هالمتعة اللي تنتج من هالنشاط لبعضنا. يا سلام، والله صحيح. أعطيكم يعني تلقى الواحد يتذكر واحد من عياله بالخير لأنه شقردي وطمر له وسوى موقف، يعني يتذكر زوجته بالخير ويذكرها في العيد زي واحد يقول أنا أهدت أمه مثلا، صح، باركت الامه، عزمت امه، ذكرى، كلام جميل، ذكرى ثم ذكرى ثم ذكرى، زي واحد يقول ابوي فرحان فيا مسميني الهكر لاني طلعت رقم من نمبر بوك. طيب انا بس ودنا كذا ناخذ نجهز مشاركات، ناخذ فهد راح يسال الشيخ فهد. طيب بس في حال قبل فهد قبل فهد ودنا كل واحد يعطينا مبادره او فكره كيف تصنع فرحه غدا يوم عيد، كيف نستطيع ان نرسم فرحه داخل اسوار بيوتنا. كل واحد عنده أسرة عائلة، أنا مجهز فكرة عندي مبادرة، اللي عنده فكرة يجهزها، يقول والله في عندي الشير فلاني الفكرة الفلانية، تمام، واللي أهلا بعيد عنه عزوبي. فكرة يمكن أنت فكرة تطبقها ألاف الناس. سلام فهد. سلام الله عدوك. كان عندي سؤال بس أو طلب للشيخ فهد الله يحفظه، من يسمع ولا يهنون الربع. لا أقول للشيخ فهد ليتك تنبه بس غدا في العيد، أنا أشوفها في الأعياد الماضية إذا زرنا ناس بعضهم ما يحتفل بالعيد زي ما قلنا، صاحب اللي ينشر رسائل سلبية أو شيء
يقول العيد ما في عيد، سلم عليهم وتنام. بعضهم حتى ما يصلي العيد، ما يظهر الفرح، وما يعلم ان هذا من كمال دين الانسان. الله سبحانه وتعالى يقول من يعظم شعائر الله فانها متى، وهذا من شعائر الله العيد واظهار الفرح. صحيح. بس نبي تنبيه بسيط للناشرين السلبية يا شيخ. الله يسعدك. احنا قلنا هذا، قلنا ديننا امرنا بالفرح. يا سلام. وقضية ربط الفرح الان في العبادات، الان انظر للناس في رمضان كمثال، وذهب رمضان الان، اول 20 يوم الناس قد يكونون يعني حماسهم للعبادة زائد نوعا ما، جيد، وفي العشر كذلك يزيد، فيأتي يوم العيد جاء فيه من السنة او من اظهار الفرح فيه، وايضا انك ما تكون صائم حتى تتهيئ اكثر ليش؟ لقضيه الفرح، تاكل من الطعام اذا قدم لك، وتشرب من الشراب اذا قدم لك، وايضا قبل ذهابك لصلاه العيد تاكل تمرات. فكان هذه اشاره من النبي عليه الصلاه والسلام في قضيه انك لا تاتي للعيد وانت جائع. غالب الناس وهم جائعين تلقى ايش؟ النفسيه ضاربها شوي، يعني ما تحمل احد، فتلقاه متقهوي الصباح ومروق ما كله تمر. فحتى من اداب واحكام العيد يذهب للمسجد من طريق ويرجع من طريق آخر، هذه من زرع الفرح والابتسامة. يعني حتى أنت في سيرك من بيتك إلى المسجد في الطريق الأول تسلم على أناس على مجموعة، وانت راجع على مجموعة أحسنت. ثانية، فهذا أنك تزرع الشيء هذا. أما هؤلاء تراهم هم موجودون لكنهم قلة، اللي تلقاه دائما يقول لك والله ترى عيدنا كذا، يعني حنا من باب التفاؤل نقول لهم قلة، لكنهم يعني لهم تواجد يعني نوعا ما. لكن المقصد هو أن نقول لهؤلاء ازرعوا الفرحة، وترى يا جماعة الخير زرع الفرحة في البيت أو في أيام الأعياد، والله أنا أعتقد باعتقاد شخصي وبتطبيق أنا طبقته مع عائلتي أسلم، أنه هذا الشيء بسيط، ترى ممكن بأشياء بسيطة جدا تستطيع من خلال أنك تزرع الفرح. أنا بطبق مثال، والدليل على ذلك أنه بعد كلامك وكلام الأستاذ ثامر والشباب أنه في كانت تغريدة تحمل شيئا من هذا التشاؤم حذفت. سبحان الله. جد والله أنا هذا تطبيق عملي الآن. أنه إحنا لما تكلمنا على أنه الإنسان يعطي مساحة للفرح ويعطي مساحة للتأثير وللنجاح وللناس والآخرين، اللي يقول لا تمزحوا، هذه نحن نتكلم، إحنا أمة الفرح. جاء عيدنا عيد الفطر بعد صيام رمضان عبادة ركن، ويأتي هذا بعد حج. فشوف الآن تأثير كلام البعثي بالحنفية، بعد ما كان يقول ليش تمزحوا كذا حذف هذا الكلام. شفت كيف أثر الكلمة؟ والتفاؤل فعلك من فيه والفاءل جنة. طيب نبدأ بمبادرة، فكرة ما عند شفهات، أنا عندك فكرة الحين. أي بس خلينا نسمع من الشباب إيش رأيكم. خلوني اللي جهز هات على ما قبل ما تجهز المبادرة، نسأل أستاذ ثامر وجهزونا مبادرات كيف نسعد الناس. طيب. أستاذ ثامر، الربط هذا المعنى مثل ما قلت المعنى العقلي، وكان في لقاء في برنامج وقاية أنت قلت لي معنى جميل في مسألة الحب، مسألة إحنا أحيانا نفسر الأفعال، يجب أنا لا أنظر إلى الطرف الآن اللي بينك وبينه شيء، هو لم ينقص من قيمتي، هو هذه طبيعته، فنهون يعني من هذه الأشياء. شوف أنا بجمع الثنتين، أجمع يعني مبادرة وأجمع الكلام. كان لي مبادرة يعني قديمة صراحة كنت أسويها مع أولادي في المرحلة العمرية اللي يمكن تسميتها مرحلة غرس الهوية، وهي مرحلة بداية المراهقة. بداية المراهقة غرس الهوية، كنت كل عيد أخذ أبنائي اثنين الله يحفظهم فارس وعبد العزيز، وأبناء يعني خالاتهم وأبناء أخوالهم وأبناء حتى من جهة الأعمام يعني اللي في أعمارهم، وكنت أذهب بهم لأماكن لها علاقة بالانتماء. جميل. يعني مثلا رحنا زرنا قصر المصمك، زرنا بيوتنا القديمة تاريخية. بيوتنا القديمة وبيوت صباح ومساء، مساء وصباح عصرية، حرام عليك الحر. لا لا فعلا لا خلنا ومن يوقى شح نفسه، يعني قضية ان نربط كل شيء بالمتعة مشكلة، لازم يكون عند الواحد شيء يسويه تضحية، اي لانه حلو لانه مفيد، مو بلازم اني عشاني ممكن معكم كيف صحراي كيف صحراي معكم زي سعد، اذا بس مريح لي ولا ما نمسويه، مو بلازم يكون مريح لي ولا ما اسويه، ذبح الذبايح ودفع قيمتها وشقى مقابلها، ترى يعني في شقاء يعني الحين مخدومة خلاص نوع من المشقة التطبيق اللفظ هذا، فالفكرة في نوع من التكليف. هذه أنا عن نفسي مبادرة شفت أثرها، الأبناء الله يحفظهم الآن ما شاء الله تبارك الله، يعني كانوا يوم يأخذهم في أولى متوسط ثاني متوسط، الحين بعضهم متخرج من الجامعة وتوظفوا تبارك الله، لكنهم شقردية زي أبوهم ينسون
لاحظ ما ينسونك تلك الذكريات. يا سلام. وغرست فيهم شيء ان شاء الله انه يعني شيء جيد. تثمر ان شاء الله. باذن الله. اسلم. المبادره. ايه. انا ما اعرف هي زي ما تبغون او لا، لكن عاد جت ببالي والله. تمشي ان شاء الله. ان شاء الله تمشوها عادي ما مشت. اليوم ضبطنا. ضبطني وضبطك عليه. انا والله اقول اجتماع الاسره دائما في العيد جميل. انهم يتذكرون من حولهم سواء اذا كان اخ مسجون او كذا، انهم يجمعون شيء من المبالغ ويكونون سبب في اخراجه من السجن. الله اكبر. الله يجزاك. تصير فرحتهم فرحتين مع فرحه الام والاب اللي حرموا ابنهم او غيره. الله يجزاك. سم جاهز معاد؟ انا سمحت لي شيخ محمد وانا اسمحوا لي الحين ترى ادخل كذا. لا بالعكس. انا ودي الشباب انا بوجه لهم سؤال بحكم انهم لهم تجربه الان يعني في برنامج. نعم. جيد. نعم. أحيانا الإنسان لما يكون في مكان محدد وعنده أدوات محددة انصحت العبارة تنفجر عندها الطاقات. صحيح. والإبداعات. جيد. أبعطي مثال يعني مثلا الآن جيت أنا وقلت لك والله خذ العلبة هذه وسولي من العلبة ذي أشياء جديدة وغريبة، إيش تتوقع ممكن يطلع يعني؟ أني أثقبها يطلع الموية. ممكن تكون مثلاً كمرش للوجه يعني جو حار فجميل. أعطوني فكرة. إيش رأيك يا معاذ؟ تحط فيها الأقلام تجمعها في غرفتك. جميل. هذه فكرة. هاي مشعل. معجون أسنان. معجون أسنان. نحط فيها الورد. نقصها من فوق ونحط فيها حلويات. تصير يعني. جميل. على العيد. وأستاذ بكير ها؟ ممكن تكون حتى حق السكر. إذا ما عندك شيء حق جميل. يعني. أي. الآن نحن خرج الآن تقريبا 4 مشاريع عشان علبة ماء تصير يعني. مثل الورد دي يا شيخ. جميل. إذا إحنا لما نشغل عقولنا بأشياء بسيطة، القضية ترى المشاريع وزرعة الفرح في ليلة العيد لا يخطر على البال أنك أنت تتكلم على شيء غالي أو شيء ثمين. رائع. أنا أريدك الآن تستخدم الأدوات اللي موجودة عندك. سلام. جيد. لا تعطيني شيء واقع، أنا قاعد أتكلم أن نقدم رسالة للناس. صحيح. جيد. طيب. فما أقول لهم اشتر القطعة الفلانية بالسعر الفلاني يبي يشيل هم الفلوس والمشوار. أقول الأدوات اللي عندك هذه أبسط شيء. زين. أنا من اللطائف وإن سمحت لي. إيه؟ من اللطائف لقيت مرة محاضرة فأحد الكبار السن كان موجود معنا قال لي كنت أتكلم على قضية ممكن أن تبدع بأشياء معينة، فرفع يده رجل كبير عمره تقريبا 60 سنة فقال أنا إذا طلعت للبر مع ربعي وجماعتي وكذا ما أقدر أسوي شيء في البر، فقط حاجة واحدة أسويها أني أطبخ لهم أطهو لهم. قلت وش الأدوات استخدمها؟ قال الملاس والملعقة هذيك. طيب وش ممكن تستخدم الملاس والملعقة؟ فقال هالشيء وهذا من باب يعني زرع الابتسامة، فقال ممكن أحيانا تجيني حكة في الظهر فأخذ الملعقة وحك ظهري. فهو اكتشف الآن يعني كأنه الآن يقول هذا الشيء ممكن أنا وكلنا قد حككنا. ممكن أن أكتشف هذا الشيء. فالمقصد هو أنه يعني كم من كبسة أكلت بحكة ظهر. أي له يمكن يكون ثالثة. لا لحظة شيخ أعطيني كرين مخرجنا. أعطيني كرين. إيه والله في كرين. يلا انا شوي واجيكم، انا الكبسه هذه ما اكلها والله. انا ما اكل كبسه في هذا الملاس. طيب احنا شوي واجيكم. لا عندي شغله شيخ نرجع. خدمتكم. عندك فكره؟ اي نعم. انا اقول هي يعني الواحد يبادر بقدر المستطاع. يعني مثلا انت يعني اخ او اخت انك تكون ايقونه حيه في البيت. ايقونه حيه. ايقونه حيه يعني تحيي هذا العيد. بعضهم ترى يعني من الاخوات او الاخوان يستحي يعني ما وده يفرح وده يبادر بالشيء. إيه؟ انت بادر الجميع بيشارك. يا سلام. افرح شغل اللمبات. عندك فكره معينه؟ شغل انشوده معينه. عطل. العب انت والوالد والوالده يعني باللعب المحدود يعني عرضه ما عرضه. لعب الجنوبي. اللعب الجنوبي او ايا كان اللعب يعني. اهم شيء انك تدخل السعاده. الاهل ما هو لازم يقعدون سواء النساء ما هو لازم يقعدون ترى طيله العيد في البيت. خرجهم خذ بهم لفه مشهم ودهم ونسهم. هذه اكبر سعاده بحدود المستطاع يعني. من يعلق الجرس؟ نعم. خليك انت المبادر. الله يبارك. شيء جاهز مش عارف. فيه مبادره اسلم بما ان بكره عيد حاول نستغلها. هي ما تخص الاهل بس تخص حياه الشخص اي شخص. الله عليك. اذا انت ضايقت شخص يوم من الايام او زعلته اليوم ليله عيد وش احلى من ليله عيد وداخلين على اعظم يوم بالسنه انك توصل الرساله بصدقه باعتذار بأي شيء بسيط مو بلازم تتكلف عادي حتى لو رسالة واتساب عادي شيء بسيط اعتذار أو تصدق عنك فلان فلاني التسامح يعني تسامح تبدأ حتى لو كان هو غلطان عليك خيركم خيركم. وش رأيك ترسل له تقول له أتقسو علي وأنت الحنون يا سلام وفي قلبي قلبك الله وتحرمني من أقل الوصال لأني أحبك الله لماذا الجفاء وقلبك قلبي وقلبي قلبك. يا سلام. مكتوبه ها هذه من جد. خلاص راجع اليوتيوب. حبيبنا فهد الله يرفع قدرك ويبارك فيك. عندي فكرتين. احنا دائما في العيد دائما نفرح بالعائله والاخوان وننسى ناس يعني لهم فضل علينا بعد الله سبحانه وتعالى.
الا العمال اللي يكونون يخدمون دائما في الشوارع، عمال النظافه، السائق، يعني الخادمه، منسيين غالبا والله العظيم، يعني من الاشياء اللي تحس في الخاطر انهم يكونون منسيين. امس اخوي مشعل الله يمتع بالصحه والعافيه ومن يسمع سووا مبادره انه يفرحهم، فافرح الشباب العاملين هنا في المنتجع، ومن فرحهم لا احنا والله فرحنا جميعا. هذا شيء. الشيء الثاني دائما الزوج يعايد زوجته والزوجة كذلك، ننسى الأخوات، الأخوات لهم حق علينا، صحيح والله العظيم، فهم دائما يبادرون أنهم يعطونا الهدايا، فأنا أقول مبادرة نخليها للأخوات، بكرة نقلب العيد لهم إن شاء الله، يعني لو كنا موجودين خارجا لا أعطيهم. بلاك ما تزوجت إيش أنت تقول أعطيناهم، إيش نعطيهم؟ بكل ما عندك، وش عندك؟ إيه أعطني مثال. وردة بريالين أو بخمسة ريال، هذا الوردة بس، هذه ترى هدية، أو إحنا نستحي من كلمة أحبك يا اختي، تراني احبك، وانا اقول لهم المنبر تراني احبك بالقدر طج اي بالقدر، فتقول لهم اما احبك او تعطيهم ورده، فالورده معنى للحب، اهم شيء تكون حمراء. طيب فاخوي انا اذا تسمحوا لي بقول مبادره للوقف، مبادره يا سلام ما عزك اسلم فين الحين تقرير اسلم، مبادره العيد، خلي الجلسه بينك وبين عائلتك، احنا متعودين يوم العيد تعال وحب وكل عام وانت بخير وتقعد تقدع وكذا، لا خلها كأنها جلسة صراحة، بس يجيب ظرف ويجيب ورقة وقلم وعط كل واحد يجمعهم شي في مجلس، احكرهم زين، خذ لك خيزرة احكرهم يعني ضعهم في مكان، ضعهم في مكان واحد جميعا، الأخوات الأخوان الوالد الوالدة، وعطيهم ظرف ورسالة، وقول طبعا بعد ما تعايدهم قول وجه رسالة من قلبك لشخص هنا في المجلس، لشخص واحد فقط، وصك وسلمها لشخص واحد، الشخص هذا هو اللي يقرأ، بس ما يذكر الاسم، يذكر اسم الشخص فقط المستهدف، يعني مثلا، يعني مثلا أنا حق الشيخ عبد العزيز، بس ما أقول من وين، أقول بس مثلا والله من شخص يحبك أنت كذا كذا كذا، ستجد أن الكلام اللي يقرأه شيخ عبد العزيز لو كان متضايق سيبتسم زين، يعني قصدك انه الكلام كله يكون زين، كله ايجابي، يعني ايجابي، رسائل ايجابيه، ايجابيه اي حلو، ايجابيه جميل، الدرجه بتحصل حلجه، يعني الفم عندكم في السعوديه، طيب شيخ ما دام ايجابي ليش ما نذكر الاسم؟ ها عندنا فم عوره يمسك من الضحك ليه هذه السؤال، ما دام ايجابي ليش ما يذكر الاسم؟ طيب ما دام الكلام كله ايجابي، يعني انت عارف لانه خاف يكون النهايه الطوارئ، انا بقول لا انا ما ما كملت، بعد ما يقرا الكلام الشخص اللي يقرا يسأل مثلا يا فهد لمن وجهت؟ جميل، وجهت للأستاذ ثامر ذكيل، لمن وجهت؟ بقول والله مثلا كذا، في تشويق، ليش طول ما سمعت انا الكلام طول الجلسه بقعد اتخايل افكر من هو، اي من هو من هو من هو، بيصير في قلبي ان والله يمكن من مشعل، والله انك احبه، والله معاذ يمكن معاذ والله اني احبه، انا احبه، فسيقع المحبه على جميع ما في المجلس. يا سلام، هذه مبادره العيد. طيب ثانيه على عجل، اي مبادرة الوقف بسيطة جدا، كم واحد احنا؟ سبعة، واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة وناصر عشرة ونص تسعة ونص تمام عشرة عشرة، لنقول الشيخ فهد احنا نستدل بحديث الدال على الخير شنو؟ كفاعله. انا لو تبرعت طيب او ما تبرعت مثلا ما عندي المقدرة لكن نشرت، فهد ينشر يكلم أربعة، ينشر الوقف لأربعة ويكلم هذين الأربعة إنه كل شخص فيهم ينشر لأربعة، والأربعة كل شخص فيهم ينشر لأربعة، في شهر كامل راح يطلع عندنا محصول يمكن نحن نغطي 50%. طبعا يا جماعة رسالة واضحة، يعني أعطونا الجوالات الإدارة عشان نرسل لا لا رسالة، أنا أكلم الجميع قول أربعة ما أضمنك والله، يعني قول أربعة يعني أنا أقصد إنه يصير أربعة، أنا تقريبا أربعة ترى، أنا أقصد إنه يصير نفس الهرم، شخص واحد أحسنت تحت أربعة أحسنت، والأربعة هذلين الواحد منهم تحت أربعة صحيح، والأربعة هذلين تحتهم أربعة، والأربعة هذلين تحتهم أربعة، ممكن كمان تصير خمسة ستة لا بأس، يعني الريال بالريال راح نجمع 100، ممكن نحن نكمل 50% والوقف حتى قبل الله ينتهي البرنامج. يا سلام الله يجزاه خير، طبعا الحلاوه زي ما قال ابو ياسر في ظهرك في ظهرك، سبقك بها عكاشه استاذ محمد، ترى من سمعت الفرح متابعه حساب الاستاذ ثامر صراحه، راجعين بس نستاذنكم جميعا ابو ياسر، استاذنك راح نرجع لك موضوع المبادره، في تقرير جميل ايجابي مع الزملاء في المشاعر، يعني احنا ترى اليوم اتفقنا احنا يا شباب ان نعطيهم وقت كبير، لكن ناخذ هالتقرير ثم نعود، ابقوا معنا يا جماعة الخير يا مشاهدينا الكرام. صبة جنوبية. لبيك يا الله.
لبيك يا الله لبيك يا الله لبيك يا الله لبيك يا الله. مشاهدينا الكرام اهلا بكم في تغطيتنا لمشعر عرفات وضيوف الرحمن يقدمون على مسجد نمرة ملبين مكبرين رجاؤهم بربهم تعالى بأن يقبل منهم الدعوات وأن يجعلهم ممن من عتقائه من النار. اليوم إن شاء الله معانا تغطية بحول الله تعالى ولدينا لقاءات بإذن الله تعالى نأخذها مع ضيوف الرحمن، انتظرونا في هذه التغطية المميزة. أنتم الآن في مشعر عرفات، ممكن ملايين المسلمين يتمنون يكونون في هذا المشعر، وش شعوركم في هذا الوقت؟ والله نحمد الله ونشكر أن اختارنا في سعادة لا توصف، لكن نحمد الله أولا وأخيرا على هذه النعمة اللي تحققت لنا من دون غيرنا، ونشكر الله ونتمنى نسأل الله القبول نسأل الله القبول وأن يديم علينا نعمة الأمن والأمان. أول شيء الحمد لله والشكر، هذه نعمة من رب العالمين إن اصطفانا على كثير من خلقه، ونحمد الله ونشكرنا في هذه الأرض المقدسة قليل عدد قليل موجود، والحمد لله والشكر. احنا رايحين الان مسجد عرفات المسجد نمرة نادي صلاة ان شاء الله الظهر والعصر، والله يكتب الاجر ان شاء الله لنا ولكم ان شاء الله. الحقيقة يوم عظيم من ايام الله العظيمة، يوم عرفات يوم الرحمات يوم تنزل البركات. والله هو احساس عمري ما حسه في حياتي ابدا، انا يعني دي اول حجة لي من 15 سنة، والأصل الإحساس صعب اللي أنا أوصفه، إحساس جميل جدا جدا، إحساس غريب أول مرة في حياتي أحسه، وشعوري شعور أي مسلم، لأنه يوم فضيل، وكما تعرفون اللي يقبل منه يرجع كما جاء من بطن أمه. ما شاء الله كده أبغى دعاء أبغى تسلي نية حصل من الله، الله. أهم شيء الله الله. هذا شعور لا يوصف والله، نسأل الله أن يمن على كل المسلمين إن هم يزوروا المكة المكرمة ويزوروا ويشهدوا يوم عرفات، يوم مشهد عظيم مشهد عظيم، هذا من أعظم أيام الله، أعظم أيام الله في العام يعني، فالحمد لله إن ربنا من علينا. طيب خليني أسألك أيضا، يوم عرفة عادة يوم ينشغل فيه الحاج بأمور كثيرة، أنت إيش كيف تقضي هذا اليوم؟ والله إن شاء الله الدعاء والصلاة، ونبتهل ونتوجه لله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا. وذا الحين متجهين على المسجد، وكما تعرف عاد هذا يوم فضيل تدعي فيه أي دعاء، أي دعاء تدعي فيه اللي تبغى لكل المسلمين وذنوبك لأولادك أي شيء. والله الدعاء، الدعاء في هذا اليوم الصدقة، الدعاء هو أكثر شيء اليوم، ما فيه الأعداد محدودة والحمد لله الخير متوفر، فما ماكل للدعاء في هذه الساعة الساعات المباركة. كالصلاة أول ما نوصل مسجد نمرة نصلي ركعتين، والواحد يدعي ويستغفر ويسبح ويدعي الحبايب والأهل والأولاد والأخوانه. يوم عرفة يوم يجب أن يستثمر في ذكر الله، في الصلاة، في الدعاء، في التوجه إلى الله بقلب خاشع مؤمن بهذه اللحظة. إذا مشاهدينا كنا وإياكم مع هذا التقرير المصور مع حجاج بيت الله الحرام وهم يقدمون على مسجد نمرة من أجل أداء صلاة الظهر والعصر، نتمنى إن شاء الله أن يكون هذا التقرير قد نال إعجابكم بإذن الله تعالى. بإذن الله تعالى تقارير قادمة بحول الله. لبيك يا الله لبيك يا الله لبيك يا الله لبيك يا يا هلا وسهلا. حياكم الله من جديد مشاهدينا الكرام، نحن في تغطية لبيك تسعة هذا اليوم يوم عرفة وليلة العاشر ليلة يوم النحر، أهلا بكم من جديد. شاهدنا قبل قليل تقرير من صعيد عرفات من بعثة المجد هناك، كنا نتكلم قبل التقرير هذا عن المبادرات. صحيح. أنا حقيقة بادرت يعني بالمشاركة مع قناة المجد لأنها أهدتني سهما لمن يتابعني. أسلام. فأنا نزلت التغريدة هذه قبل قليل إلى من أكرمني بالمتابعة، أقدم لكم جميعا سهما وقفيا داخل حدود الحرم النبوي في وقف الصدقة الجارية، هذا هو التابع لجمعية البر بالمدينة المنورة، وحقكم علي كبير جدا. ها إيه لو ما تابعت لازم تتابعني يا شيخ الشيء. نعم تفضل. يعني المشاهدين بدأ يقولوا إحنا الآن جاري تنفيذ المبادرات أمنا الواف،
الأميرة المجدوية الله أكبر والأمان والأماني بين يديك فوق الغمام. الله لو كل واحد يقول لأخته أحبك ويعطيه هدية طير فرح، لأن الأخت تحب أخوها بجنون من غير هدية. صحيح. والله فعلا وخصوصا الآيفون الذهب ترى ما تكلف كثير، فأسعدوا أخواتكم والأخت. أنا ودي نعطي مجال الآن للأستاذ ثامر الصالح، حياك الله، إحنا ما أعطيناك مجال كافي، بكرة العيد إن شاء الله. طفوا ووفوا ما شاء الله. المايك لك، سوينا كبدة مايكات يعني سم. لكن صدقا فليكن هذه الأيام ذكرى حسنة عطرة، ما العيد بدون اجتياز حدود، بدون كسر للقيود، من دون انطلاق خارج المألوف الصدق، يعني في حدود الشرعي طبعا، يعني مو لازم هذه مسلمات الشرع كسر القيود او طمقة وذا خارج المألوف، انه ممكن يتصور الواحد انه خارج الإطار الشرعي، لا يا اخي في حدوده واستمتع وخلي العالم تنبسط، واللي قص قصه خله على كيفه، واللي لبس لبس يعني خله يعني يستمتع بذا العيد. المرونه في هذه الايام الفاضله ما دام في حدود الشرع مثل ما تفضلت، البنات وخاصه مع الاولاد اللي في حدود في مرحله المراهقه، التشدد في هالاوقات الجميله معهم وعدم تنفيرهم منطقه نهر ومنطقة يعني إزعاج وصراع ومضاربات، تلقى الوليد توه فرحان مسوي له يعني ها إيش عراته ولا شيء، وينقلب نهاره ليلة يعني وليلة نهار وكله مناحة وإزعاج وصدام. مسألة عيد بمرونتي في حدود يعني التربية وفي حدود الشرع العام يعني، وفيه أشياء نستهدف تحسين العلاقة، أما بعض السلوكيات فممكن تتغير مع الوقت يعني، لكن أساس العلاقة وأساس الأسرة اللي هي أم القيم، بعضنا يبحث عن قيمة فيهدم العلاقة ويوترها ويضعفها، مما يجعل الشاب أو البنت تطفش من كل ما يمكن أن تقدمه لها يعني. صح. ما يمل منك ويمل من جلستك ويمل من اليوم اللي تم فيها الصراع، هذا اليوم بائس بالنسبة له ويوتره يعني، يوه بكرة عيد يعني تقيل على النفس، يوه بكرة عيد يذكر مثل ما قلنا قبل شوي أشياء يعني صراع وصدام وقد قال لي أو نهرني أو 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 سواء الأم ولا البنت. فالذكي والذكية من الأزواج والأمهات والأبناء والآباء حتى الأبناء يعني بثوا فرحة لوالديكم، يعني فرحوهم بمواقف، فرحوهم بفزعة، فرحوهم بجودة علاقتكم مع بعض، أنكم يعني قعدتكم حلوة، سواليفكم حلوة. صحيح. مهدي الأخو مهدي أخته، والأخت يعني مسويتين شيء لأخوها زين، فرحوا الأم والأب فرحتهم سعادتهم بجودة علاقتكم. صحيح. على الأقل قدامهم تقارب، على الأقل قدامهم. صحيح صحيح. البعض يعني يهدي لوالديه مأساة بسوء علاقته بواحد من أفراد أسرته، أو يشتكي من أخوه أو يشتكي من أخته، قالت لي شوف قاله قال لي، ويحولون هالجمال العلاقة جمال هالأيام جمال الوقت إلى يعني ترسيخ لذكريات سلبية تمل الواحد لا من العلاقة ولا من الفرد اللي شريك فيها ولا من الوقت اللي تم فيها الصدام. من الأشياء الجميلة أو من الأشياء اللي تدخل السعادة قلتها لك قبل الهواء متابعة سنابك يا بعد الله يكرمك، لأنه فعلا مشاهدين الكرام اللي ما تابع سناب الأستاذ ثامر شكرا في قفشات وضحكات بشكل عفوي صراحة وجميل جدا. طول عمرك. طبعا أنت مستاء كثيرا من العزاب. والله أنا أحبهم لكن أحب لهم الخير، ونصيحتي صدقا أجمل مشروع ممكن تتخيله في حياتك هو الزواج المستقر. أيه. أجمل مشروع ممكن تتصور أنك ممكن تعيشه، أنا أسمي الزواج الجنة الصغرى. ممتاز. أكثر متابعينا ترى الآن. نعم. أكثرهم. نعم. عزاب يعني في الجامعة. أنا أقول لكل عازب لا معلش. حطها في وجه الكاميرا. أيه. تكفى. أيه. أقول لكل عازب أقسم باللي خلقني أن الزواج هو الجنة الصغرى، وفي البدء كان الزواج، وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة، وإن شاء الله العظيم جنة في الدنيا وبإذن الله العظيم، كما قالت أم المؤمنين عائشة الصديقة
الحمد لله الذي جمع ما بين ريقي وريقه صلى الله عليه وسلم في آخر يوم في الدنيا وأول يوم في الآخرة. أنا أعزب فلانة عزباء، كيف أنت تقول لنا تزوجوا كويس؟ نعم. كيف نجعل زواجنا سعيدا؟ يعني كلنا خايفين الآن من الإقدام على هالمرحلة هذه، يعني أبرز الخطوط العريضة لجعل الزواج سعيدا. ترى أعطيك مثال وإلا هو عنده 5 أولاد ما شاء الله. ما شاء الله. لا أخاف مخطط تورطني. لا 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 تزوج. لحظة لحظة، الجنة الصغرى واحدة. أصلا أستاذ ثامر كانت احنا في ايام كورونا كانت نظره ثاقبه للاستاذ، كنا نتكلم على البيت المستقر. الله يعز. يعني لو يكتبوا وقايه البيت المستقر يجدوا هذه المعاني الجميله. وحبيبنا ابو ياسر يذكر يعني مثال، قال لك انا اعزب مثالا والا هو متزوج عنده 5 اولاد ما شاء الله. حركات هذه على الهواء. تفضل استاذ ابو فارس. ترى الان فرصه، وذكرنا يمكن والناس الان فرصه مع كورونا. نعم. طب فنتين ذبيحتين طال عمرك. ها جدا 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 كورونا رجعتنا يعني عصر جميل صراحه. الله يعني حضرت انا يعني في وقت انا البارح عندي سميته اجتماع قمه حلوات اللبن. الله. اجتماع قمة حلوات اللبن اللي هي أمي والله يجزاكم بالجنة وزوجتي وأم زوجتي وأختي الشقيقة، يعني قمة. فقلت لهم كذا لو يعني تبون تنصحون مقبل على الزواج، كلهم تقريبا يعني أشاروا لموضوع مهم جدا وهو الصبر. الله. لكن الصبر مو لازم الصبر على شريك الحياة وكأن المأساة منه. أحيانا الصبر على نفسك. صح. الصبر هو الانتظار الطبيعي لنمو الأشياء. أحيانا التحمل. أنت تنمو في هالزواج، تنمو بوعيك بخبرتك بالاستفادة من أخطائك بضبط انفعالاتك، أنت تنمو. يعني اصبر على نفسك. إيه؟ مع صبرك طبعا على شريك الحياة. يا سلام. شيء ثاني مرة على طال الصبر والانتظار الطبيعي لنمو الأشياء، أنا توني يعني من حوالي 18 سنة سكنت في بيت جديد. ما شاء الله تبارك. وأهداني يعني أحد أقرباء زوجتي، زوج خالة زوجتي الله يجزاه بالجنة ويحسن إليه، فرخ خلا. فرخ خلا خلاص. فجابها جزاه الله خير المزارع من طرفه بيغرسها في بيتي، فإذا عذوق العام الماضي موجودة. سبحان الله. فقلت للمزارع والله فرصة هالسنة إن شاء الله بناكل من تمرها. قال المزارع لا مش متفق معها يعني. شو لا على كيفك؟ قال لا، اذا نزعناها من ارضها الطبيعيه وغرسناها في ارض اخرى تحتاج يمر حول من دون ثمر. شوف تكيف. يا سلام. تتكيف، تامن، تعرف مصادر الماء، بيئتها عطى. هو الزوجين تشك نعم، ويزرعون في ارض جديده. محتاجين الى انهم يهدون على انفسهم، يصبرون على انفسهم. السلام عليك. للنمو الطبيعي للاشياء. يا سلام. عشان تحصل على الجنه الطبيعي. يا سلام. الجنه الطبيعيه المسار الطبيعي. ادم حواء. مشكلتنا في الاستعجال. الله عليك. علميا اي علاقه تستقر وتثمر بعد 5 سنوات شئنا ولا ابينا، في حدود من 3 إلى 5 سنين، بس العالم مستعجله. يعني الصبر هذا ممكن انسى الصبر. اسمي صبر يعني على الفاضي، صبر الم. ايه صبر على صبر عمل. أمل. انتظار بشرى. انتظار ثراء. لا وبعدين إعداد البيئة. يعني اقرأ، احضر دورة، تثقف، استشر، افهم نفسك، افهم الطرف الآخر، حاوره، مارس أنشطة، استمتع بهالعلاقة الممتازة وابنها. وعلى طاري حضور الدورة وأنه الإنسان يعني يطور نفسه ويبنيها، سبحان الله كل ريال تنفقه لأجل الاستثمار في نفسك وأولادك ومن تحب لا خسارة فيه. هذا هو الذي لا خسارة فيه، لن تندم على ريال استثمرت فيه في نفسك، دورة، تعلم لغة، تعلم مهارة، هذا هو الريال الذي يبقى. النسب المفروض ما نقول هالموضوع يعني أسلم في الزواج والمتعة، لكن نسب الطلاق في المجتمع تقريبا في حدود 20%. جميل جميل. جمعية المودة الخيرية للتنمية الأسرية في جدة جزاهم الله خير ومسي على يعني أعضائها وهيئتها، ومركز التنمية الأسرية بالإحساء عندهم دراسات رسمية تقول إن اللي يحضروا دورات المقبلين على الزواج انخفض عندهم نسبة الطلاق إلى 2%. سبحان الله. من 20 إلى 2%. لأنه تعرف طبيعة الطرف الثاني وأنه هذا شيء تفهم نفسك أصلا.
تفهم نفسك، تفهم احتياجك، تفهم كيف تتواصل مع الطرف الآخر. أحسن. أحسن. طبعا ما شاء الله من في الهاشتاج الأخت أم نواف أرسلت هذه الصورة تجهيز باقات الورد اللي ذكرها مبادرة ما شاء الله. اي نعم مبادرة الأستاذ فهد اللي ذكرها هذه ما شاء الله شكلها فاتحة محل مشتل ما شاء الله تبارك على طول. فأنا ودي أرجع للشيخ فهد العطل الله يبارك فيك. قبل بس الأخت مهرة تقول فضفضة الجمعة رهيبة عندك فضفضة أنا هذا هو الحين على الهواء نتابع الأستاذ لا الفضح الله يعني نتابع الحبيب شكرا الشيخ فهد العطل الله. عودا إلى ما ذكرت مبادرات رائعة ودي تستهدف الحديث فيها كذلك. الآن الناس بدأت العمل وليس فقط السماع والقول. أحسن. أسلم شيخ. أنا ودي أركز على قضية وهي قضية في كل مبادرات والأشياء التي تعملها البسيطة. إحنا اتفقنا على الشيء البسيط المتواضع. صحيح. أحسن طريقة العرض. صحيح. إيش نقصد نحن بطريقة أحسن طريقة العرض؟ يعني الآن عندنا الآن مثلا علبة الماء هذه. أنا ممكن الآن عندي الآن الأستاذ محمد أقدم له علبة الماء بهالشكل، يعني أعطته إياه قلت له خذ الماء. هو الآن الماء أخذ لا لا تشربه أعطني إذا خلصت نحتاجه في المثال الثاني أعطيك إياه أنت أبشر أنا عطشان. فالآن أنا قدمتها للأستاذ محمد بالشكل هذا، لكن هذه نفس علبة الماء الآن شف. الماء موجود والغطاء موجود، لو جيت الآن وفكيت العلبة قدامكم كذا الآن الله جيد وقلت له معلش اسمح لي بروح يسار الآن بس تيام الله يحفظك تيام طيب لا أنت جربت هناك تعال لأنه المقامات تختلف أعطيني إذا اتفقتوا أعطوني خبر ها لا لا عجل أعطيها أشربها أنت أعطى ناصر هذا شكله بشربها أنا بصراحة يا شيخ أنا والله عطشان بس ما دامك في المثال كمل معنا لا أعطى ناصر وبراحتك أنا عطشان والجنة طيب بنبدأ من اليمين يا شيخ تدخل الجنة إذا سقيت مسلم وبراحتك الله أكبر الله أكبر كذا خلاص عطى الموية المسألة تحتاج للتأصيل الآن فأنا ممكن أقدم الآن الماء بطريقة جميلة أخرى هو نفسه الماء فكيت العلبة وقدمت لسيد محمد قسم إضافة بسيطة اللي هي فكيت العلبة وفردت شوي كذا وعطيته ابتسامة وقلت له سم تفضل جعله بالعافية الله يعافيك إزاك خير ناصر احنا ما سوينا شيء جديد الآن فقط إن فقط إن غير طريقة وخليت واحد عطشان ما استفدنا أيوة. أنا لحد لا بنجيب العلبة الثانية لا 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 أبدا الله يرضى عنك نمزح معك فهنا طريقة ليلة عيد انت ممكن الحين يعني تبدع بالاشياء المتاحه عندك في البيت نصيحه الان غدا عيد قبل ان تشتروا ابحثوا على الادوات اللي موجوده في البيت هناك اشياء عندنا مرميه موجوده قد يعني الان عندنا بمسمى بالتدوير الان موجود ممكن تبحث عن ادوات موجوده تطورها بذكاء جدا وهم اصلا اهل البيت يعني زرتهم ما في حد غريب فلما تقدمهم اول شيء الاب بيفرح انه ابناء جالسين ياتون باشياء هي موجوده ولا فيها خساره صح. الشيء الثاني أن أشعر كأب أن أبنائي أصبح عندهم مستوى الذكاء ارتفع تشغيل نعم إيه؟ الشيء الثالث ممكن أنا أكافئهم ممكن أنا لما شافهم الآن اقتصدوا ليلة العيد ممكن أفاجئهم أنا بأشياء ثمينة وغالية كهدية عيد فالفكرة اللي بغركز عليها قضية طريقة العرض والبساطة. لا تقدم شيئا للناس إلا بطريقة عرض جميلة إحنا الآن في, في, في المطاعم وفي الكافيهات أحيانا تأتي لمشروب معين جيد يكون هالمشروب عادي. يعني جدا عادي ولكنه قدم بطريقة عرض معينة صح يأتيك الشخص اللي يقدم لك الطعام مسك الصحن بطريقة احترافية وأتى إليك إلى طاولتك بطريقة احترافية مبتسم. ثم قدم لك الطعام بطريقة احترافية وفي رسمه وفي شيء أي. وثم قالك تفضل ولابس لبس معين وكذا ثم في وقت الحساب زادت عليك 100 ولا 200 كل طريقة الوعد الفاتورة أي كل طريقة العرض إذا أنا أستطيع في بيتي في بيئتي المتواضعة أني أبدع بأشياء جديدة هذه الأولى الثانية وأنا دائما أركز عليها في حتى في السناب وفي غيره قضية في المناسبات في الاجتماعات لا تحضر مناسبة قريبة أو بعيدة إلا تضع لك بصمة يا بصمة. سلام يا سلام قد تكون أنت أصغر الحاضرين لكن خلك في صبة القهوة محترف خلك في تقدير الكبار محترف خليك رجال نعم يعني مثلا جيت الآن شفت أن كل الشباب سلموا على الكبار قبلوا على رؤوسهم انت الان سويت الشيء هذا تبغى شيء جديد وانت جالس في المجلس طيب شفت الشايب الفلاني غترته مايله ولا شيء روح للشايب كذا ها وضبط شخصيته الناس كل الموجودين الان عرفوا انك انت اتيت بشيء ماذا مضاف مميز فانت لا تاتي للمناسبه او للسفر او اللقاء الدوريه او الاجتماع الا بشيء مميز والعيد غدا الاباء الامهات الاولاد كل شخص يكون عنده شيء ماذا مميز في مبادره بس
تتابع انت يا شيخ سم. لاداره القناه انهم يعطونا جوالاتنا بكره اي هذه هذه مع اهالينا استغلال الحدث شباب الاداره نخاطب الاداره باستغلال الحدث سحب السفاره عشان العيد سحب السفاره من معاذ رقم واحد لكن ممكن نعطيه الان مبادره انا ابشركم بشاره جت الحين في بشاره للشباب في اخر ان شاء الله بعطيكم بشاره والله على هذا الموضوع الله يبشرك بالجنه خلاص انا اتحمل اي شيء عشان الشباب صراحه طيب انا لحظه محمد هذه مساله جوالات والشباب تراهم بعيدين عن اهلهم وكذا انا انادي الاداره اني انا اتحمل واناشد وادعو انكم تعطوهم الجوالات بكره العيد مو اليوم لانه الليله لو اشتغل عليه ما راح يضبط لا لا بكره الغطرة. بس نرجع الكلام الاستاذ ثامر نعم. الصبر الصبر الله يستاهل 53 يوم شوف هي المجد المجد اسست لتصنع الفرح ما اتوقع راح يقصروا معاكم بس كيف الطريقه الله اعلم ترى قصده بكره الساعه 12 بعد شوي يعني بعد ساعه ونص فاصبروا طيب ساعه ونص اخونا بكيل عندنا شيء عن العيد صوت جميل كذا اذا عندك شيء جاهز والله هو ممكن الاستاذ فهد اللي فهد لكن بقول كلمه بسيطه سم يعني حالات انك تدخل السرور ما يكون بس بالاشياء الحسيه الله الله عليك مثل ايش شيخنا كلمه طيبه ابتسام مثل ما قال الشخص بس تكون صادقه من قلبك ايه؟ تخلص فيها في ناس ممكن بسوء فهم كلمه كذي عابره احنا نفهمها غلط زين احنا في ايام فضيله ورب العالمين قسم فيها والفجر والان عشر حالات يكون قلبك ابيض يا صافي يعني لو انت رحت له وبادرت ترى الاعتذار من شيم الكبار لا يعني لا تتكبر وتغتر ترى من تواضع لله رفعه صحيح يعني لو رحت انت احنا نقول يعني في الاحترازات هذه يعني ما حد يقدر شو اسمه لكن يكفي حتى لو تروح بكمامك بقفازك روح طق الباب هو بينصدم خير اول ما بيجي على باله شنو وهو هذه جاي يتهاوش شكله جاي مردغني طقني لكن لا انت شو تقول له عيدكم مبارك عساكم من عواده تقبل الله منا ومنك صالح الاعمال عشان الاحترازات هذه ما اقدر احضنك ان شاء الله اذا رب العالمين راح أزال عنها لك مني آية حضنك لي عندك وأبوسرة تعرف الكلام هذا شلون بيبسطه صدقت حسن الظن بعد ما أول ما شافك حسن الظن عنده يعني لو كان هو سيء الظن حزتها بيغير وبيصير حسن الظن شوف إيش كثر أنت سويت كلمة طيبة حسن الظن صار في قلبه توزيع ابتسامات توزيع ابتسامات عطى الابتسامة صدقة يوم النحر فيه الأجر هاي البسيط تضاعف عندك زين ممكن هو ترجع البيت ممكن مثل ما قال شيء هاللون إلا واحد يطق عليك مندوب تفضل من جارك أو من فلان فلاني اللي أنت رحت له وبادرت من نفسك أنا ذكرتني بابتسامات واحد سمع كده تأثر عنه قال له في العيد كل ما قابلت واحد ابتسم أي واحد العامل الصديق البيت ابتسم جان المنشي قال هذا من داخل ولا امشي انا كبتسم تعال تعال شيخ فهد يقول انا احنا راح تحت راعي بقاله ذا شوف كم يجمع هنا ابتسم وانا رايح وانا جاي قال مهبول انت انت مهبول كنت ما جيت فتحت فمك قال والله بس اطبق انا لا لا طيب جانا حبيبنا فهد المنشد فهد بس ليش انت كذا لحظه انا اسميه في البرنامج غمار هناك شيخ انا مسميه في البرنامج راعي الطيب لان كل شباب كل واحد فيه صفه ففهد ما شاء الله تبارك هو الان تميز الان ويغير مكانه حسب التوزيع قضى العود يا ناصر وانت لا انا حبيت اقول لكم انه هذه مبادره والله تدري مهديني هو هديه العيد ولقيتها طيب فخامه كفخامه عود انت طيب الشيخ طبعا هذه لها علامه لا جلس مكانها علامه لا لا صدقني بعد ما تحلق لا صدقني ناصر يقولون هنا مكانه عشان عشان امورك طيبه الله يوفقك اسمح لي ثواني بس انا اتمنى منك او من الشيخ يزيد الاستاذ ماجد والله يكرمك مبادره حقك يا ربي تحت شعار وفي ذلك فليتنافس المتنافسون شوف اكثر واحد يجمع تحته ناس يبادرون إيه؟ في نشر هذه اجور هرميه الله يكتب لك اجر هي هذه سواها رسمه هو احمد تقدر تجيبها بس انا لخبطت خليني امزق هذه لان طيب انا في عندي مبادره اذا حبيتم عندي مبادره ناصر اسلم يا شيخ وش هذه؟ هذا الهرم حق شيخ وانت تقول المبادرة طيب انا في مبادرة باسمي وباسمكم جميعا وباسم البرنامج وباسم القناة
بما أنه أنا العام قبل العام كنا في المشاعر ويذكر يمكن ناصر كان معنا، نفس المبادرات طرحت في الجلسة مع الشباب وقلنا كل واحد يطرح مبادرة، فكانت المبادرة من الشباب وقدمتها للمشاهدين، نقدم هدايا للأطفال الأسرة طيب، ومشاركة في الهاشتاج لبيك تسعة. البيت اللي فيه بنتين ولدين أطفال تحت سن 12 سنة، حلو، تحت سن 12 سنة اللي فيه بنتين ولدين، لازم يكونوا بنتين ولدين. جميل. طيب لهم منا قيمة 200 ريال شراء كيكات. كيكة كيف تسحب عليها؟ أقول لك أنا الكيكة هذه لابد يكتب على كل كيكة اسم هذا الشخص، هذا الطفل. هذا الطفل مثلا نورة ومحمد وكذا ناصر وماجد وعطاء. طيب إيه يعني بنتين ولدين، شاهد الفكرة أنه إيش نبغى نفرح ندخل هالسرور هالأطفال. هذا كان قبل العام، كاتب اسمه ناصر قبل العام. الآن الفكرة، الآن لا الفكرة الثانية ذكرها الشاب للأخوات. قبل الله جميل للأخوات، نبغى ايا كان عمر هذه الاخت، لو وصل عمرها 70 80 سنه يا سلام ما عندنا اشكال، يا سلام. اختين واخوين. طيب كم السحب عليك؟ فقط يعني لابد يكون لابد السحب اسره فيها اختين واخوين تقدم لهم هذه، يستاهلون كم هذه الهديه. السحب في الهاشتاج خلنا نقول اول مشاركه ولا سحب؟ سحب انا بقول خلى السحب افضل. لا السحب الان في اخر الحلقه، لانه لا عشان المبادره السحب. ها المبادره نسوي فيها سحب. مبادرة؟ إيه. ترى عندنا سحبين اليوم، سحب سؤال أمس الوقف وسحب على مبادرتك. طيب احنا بس نعطي باقي يمكن 10 دقائق او شيء. سوينا مبادرة ترى الاخت قبل. كم باقي يا شباب؟ 10. طيب فهد القريشي. اي بس نؤكد المشاركة في الهاشتاج اللي عنده اخوين واختين يذكر اسماءهم في الهاشتاج. طيب جميل. وان شاء الله يسحب عليه. نعم مخرجنا ناخذ فهد، لكن ما شاء الله بدا الجمهور يرسل. هذه الان الجمهور تفاعل بما قاله ضيوفنا والاساتذه في هذا. امل تقول هذه توزيعات العيد خاصه بالعمال. احمد الحاصل الله يكتب خليك اشتغل شوي، ايه لانك ما داومت اليوم. مخرجنا بابا والفريق اللي معك تقدر تعطيني الصوره هذه؟ يلا تسلم. هذه توزيعات العيد، اي صور عندكم زي ما قال حبيبي محمد ودنا نأنس ونعيد معاكم. اسلم يا فهد. ترى الجوال طفى الله يحفظك. والله جد عطى. طيب اشتغلت انا. اللهم صل على الحبيب، احنا ودنا فهد القريشي. طيب يلا فهد انطلق. فهد كانت عندي مشاركه عن عرفات ولعلها انتهى، بس عندي مشاركه ثانيه وهي عن النبي صلى الله عليه وسلم. غرد بينا يا شيخ. يا من تحبون النبي محمدا سيروا بهدي نبيكم تعظيما، وإذا سمعتم ذكره في مجلس صلوا عليه وسلموا تسليما، صلوا عليه وسلموا تسليما. ما شاء الله تبارك الله. طبعا بعض المشاركات هنا جودية طيب. ولا جودية القحطاني تقول جلسة ممتعة مثرية. منال تقول ممكن إظهار الفرح بالعيد حتى لو لم تتوفر يعني بعض الأدوات. صحيح. بابتسامة صادقة بقلب سليم. أستاذ ثامر آخر مشاركة لأن ودنا نطلع تقرير بسيط. أطلع تقرير. نستأذنك أستاذ ثامر، تقرير بسيط بس عن المشاعر ثم نعود إليكم. تتسابق هذه الأقدام إلى هذه المشاعر المقدسة والألسنة تلهج لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك، لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، والقلوب تهتف وعجلت إليك ربي لترضى. هذه وفود الرحمن هنا في مشعر عرفات متجهة إلى مسجد نمرة، سنلقاهم عبر هذا التقرير وننقل لكم مشاعرهم وانطباعاتهم وكيف سيعيشوا هذا اليوم العظيم.
وانت جاي الى هذا المكان ايش اللي كان يدور في بالك حتى تستغل هذا اليوم؟ ايش الشيء اللي كنت تفكر فيه يحفزك لاستغلال هذا اليوم؟ اولا اللي يحفزني دعوة رب العالمين وحده اني احقق احد اركان الاسلام، وهذا ركن من اركان الاسلام، والحمد لله على هذه النعمة التي تحققت لي بهذا الحج في هذا الموسم في هذه الظروف العصيبة التي تجوب العالم. الكلمات والله تعجز، لكن يكفي حديث محمد صلى الله عليه وسلم: الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. هذه أكبر نعمة، نسأل الله العلي العظيم أن يجعلنا من أهل الجنة وإياكم والمسلمين أجمعين. عفو ربي ورضاه وأنه يتقبل منا إن شاء الله. ساعة ما صليت الفجر وأنا في ودني كده خير يوم طلعت عليه الشمس. الحمد لله من ربنا من قضاء مية مية الحمد لله. أبغى إلى روح ربنا هذا بن قلاة في عتيت رب هذا الحمد لله. في دعوة حتلح على الله بها اليوم تتمنى تحقيقها؟ من الأمن والأمان، وإن الله يصلح لنا إن شاء الله ولاة أمورنا، وإن الله يعافينا من هذا البلاء اللي حنا فيه. هذا اللي أطلب سبحانه برحمة والدي ويدخلوا جنات الخلد إن شاء الله. ودعوة للوالدة يطول بعمرها ويبارك بعمرها. والله دائما أنا في دعاء في بالي: اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. إن شاء الله الله يستجيب لي هذا الدعاء. الله يغفر لي ويغفر لوالدتي ويغفر لجميع المسلمين وينصر المسلمين الإسلام والمسلمين. الدعوة أن الله يطول في عمر والدتي ويشفيها ويعافيها، ونغفر لوالدي ونغفر للمسلمين والمسلمات أجمعين كلهم. الجنة، الفوز بالجنة والنجاة من النار، هذه أفضل دعوة في هذا اليوم. كل شيء، كل شيء. أنا كل شيء، حتى بابا ماما ولد أخوان كل عالم كل مسلمين أبغى كل شيء في أبغى. أدعو من الله أن أخدم وطني، أنا لازل طالب وأخدم وأطلب من الله أن أخدم وطني، لأن الوطن هذا قدمنا الكثير. من كنت تتمنى يكون معك في الحج؟ الله يغفر لهم ويرحمهم الوالدين، الله يرحمهم ويجمعنا بهم بجنات النعيم. وكنت أتمنى لكل المسلمين الحج هذا، والله يرزقهم إن شاء الله بالسنوات القادمة. يا حي يا قيوم يا رب العالم. والله كنت أتمنى ابني بس مو موجود حاليا، هو بأمريكا. أمي الوالدة قد حجت ولا؟ نعم حجت، بس يعني لما تكون معي لها طعم آخر. والله أتمنى أولادي يكونون معي، ولك الحمد لله. والله كنت أتمنى والدتي صراحة، الوالدة هي القلب والروح والحياة كلها أصلا. والدي رحمة الله عليه، اللهم اغفر له وارحمه واجعله في جنات النعيم، واغفر لأموات المسلمين يا رب. يعني بعد والدي أكيد زوجتي ويعني وأخواني. زوجتي. الله يجمعك بهم جميعا يا رب في هذا المكان في الأعواب القادمة يا رب. خلي بالك أنا طبعا لازم أقول كده عشان هي لو ما سمعتش يعني إن هي تكون معايا هتزعل. يا له من شعور أن يصطفيك الله عز وجل من بين الملايين، بل من بين 1,700,000,000 مسلم لتكون في هذا المكان على صعيد عرفات. هذه مشاعر حجاج بيت الله الحرام وهم يشعرون باصطفاء الله عز وجل لهم. نسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنهم، وأن يحقق الآمال لكل من تمنى أن يكون في هذا المكان في الأعوام القادمة. كان معكم من أمام مسجد نمرة على صعيد عرفات خالد العتيبي لقناة المجد الفضائية. لبيك يا الله لبيك يا الله لبيك يا الله لبيك يا الله. شكرا وألف شكر لبعثة المجد في المشاعر، شكرا للدكتور خالد العتيبي قبل قليل، شكرا للأستاذ عبد الحكيم السيف، شكرا للأستاذ يوسف باقيس، شكرا للمصورين للبعثة بالكامل هناك. صراحة تقرير جميل جدا، الدكتور خالد بالذات يعني أيقونة وصوت جميل جدا في الحج. نشكر أيضا راعي البرنامج اللي هو مؤسسة الملوان الوقفية أو وقف الملوان الوقفية. أيضا بقي عندنا 5 دقائق أو 4 دقائق، وبقي عندنا يقولون سحب على جوائز، هذه عندك يا أبو حسان. طيب احنا بس ودنا نشوف أبو غلا أول موضوع الوقف الله يحفظك. احنا جرت العادة انه دائما نذكر اسماء بعض المتبرعين كما وعدناهم، وهي فيها تحفيز لغيرهم ان شاء الله.
وان شاء الله الى بكره باذن الله نكون اكتمل التحدي الى 5 مليون ماشي. ومتبقي حول 600 الف فقط. طيب فعندنا بنات الطائف 600 ريال ويطلبونكم الدعاء. الله يتقبل منهم. الله يتقبل منهم. كذلك بنت الطائف 300 ريال. ما شاء الله ما شاء الله. وعندنا الموضي سليم الشريف تبرعت بألف ريال عن نية والدتها. الله يتقبل. الله يتقبل منها. تم تحويل مبلغ 500 ريال لمشروع وقف الصدقة الجارية عني وعن والدي وزوجي وجميع جنودنا في الحد الجنوبي الأحياء منهم الشهداء. الله أكبر. فضل الله واسع. كذلك فعلت خير تبرعت بعشرة ريال لا تملك سواها. الله أكبر. يعني قد تبرعت بمالها كله. الله الله يتقبل منها. وتقول دعواتكم أن الله يحقق أمنيتنا ويكتب لي ولأمي حج السنة القادمة يا رب. كذلك عندنا سلمكم الله تم تحويل مبلغ 200 ريال عني وعن أهل بيتي اسمه أحمد بن علي الغامدي. الله يتقبل منه يا رب. يقول وعن والدي ووالدتي وإخواني وأخواتي المتوفين. الله يا رب يرحمهم. من أهل اليمن الله من اليمن الله السعيدة من تبرع بمبلغ وقدره 2700 ريال. يقول سيتم إرساله عبر حساب الراجح للجمعية إن شاء الله. فالله يتقبل منه. كذلك حوالة بمبلغ 100 ريال وحوالة بمبلغ 200 ريال. يقول سهم الوالدين باسم بابا علي وماما مناير. الله يتقبل منهم. وسهم الفرد علي محمد سالم الفضلي. الله يتقبل منهم جميعا. لكن قبل ما تنتقلون عندنا السحب. السحب مرة واحدة على سؤال طيب. الوقف بالأمس جاهز يا شباب عطونا إياه. السحب على مروان. الوقف يلا عطونا إياه بسم الله. عاد أنا ما أدري أحد الضيفين مش كان السؤال. مش كان سؤال أمس يا سؤال أمس سلمكم الله. يقول قيمة وقف الصدقة الجارية. لا تتحداني طيب في مرحلته الأولى. وشو قيمة وقف الصدقة الجارية في مرحلة الأولى؟ طبعا الجواب 25 مليون. طيب فأنا أطلب أحد الضيفين عاد ما أدري أيكم. لا عندي لسه الآن السحب على الساس. أحد فيكم يقول قف. شغال قول قف. طيب شيخ قول قف. أبو أنس. أبو أنس يلا يلا واحد اثنين ثلاثة قول قف. قف أعطونا الاسم مو واضح معنا ترى. والله انت جبت اسم ما ادري من وين لكن طيب اللي اسمه المشاهد يشوف نعم اللي طلع اسمه هذا حساب في تويتر صحيح؟ اسمايلي رانا يقولون الله يبارك لها ونذكر انه الجوائز مقدمه مضجر الاعمال الاستاذ خالد الغانم. اسمايلي هي رانا ابتسامه 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 سبحان الله الاسم كيف ينعكس ابتسامه رانا. يا سلام. اما اللي محبه الاحزان ومليئة الألم يا ناصر يا بدلة عيد يا جلسة أنت الرحم. أنت من قطاع الفرح أنت. إحنا في ابتسامة وداء وفي داء ولا لا شيخ. وين أبو سليمان؟ هلا أبو سليمان. بغبيشة شكلك مو مركز. شوف قلت هذه لأنها ابتسامة فازت. أما الأسماء الأخرى الأحزان والآلام ما توصل. ما في أحزان الوعد. يا رجل ما تفهم العربي أنت. خليني أكلمك فرنسي. صنعاني عدس. بغبيشة خليني أكلمك فرنسي. قلت شوف الاسم. الاسم كيف يؤثر على صاحبه. هذه مبتسمه لحظه ابو ياسر. طب كملوا مع الهوى عندي لا توقف بعد الهوى. بالله عطهم اللي قالوا تكفس ابو ياسر قالوا اشياء كثيره والله. حبايبي هذا والله. خليكم هناك حتى ما اعطيكم شيء يخليكم لا يغسلكم ماء البحر. شفت كيف سكتوا؟ قلت شوف الاسم كيف يؤثر على صاحبه. هذه مبتسمه فازت والاسماء الاخرى يجب ان تغيرها حتى تفوز. تفضل. شفت بالعربي انتهيت خلاص؟ لا مبسوط؟ تفضل يا معاذ. طيب احنا بس استاذنكم الوقت انتهى. لا لا ما ينتهي. لا 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 لحظه لحظه عندي والله عندي وانا ابو هند رساله اخيره استاذ ثامر. تفضل. طيب. والله يا اخي انتشر في وسائل التواصل الاجتماعي يسمونها التجربة الاجتماعية. يبتسم واحد في الشارع يشوفون أثر الابتسامة على الناس. أي تجربة اجتماعية. أنا من سنوات طويلة سويت تجربة اجتماعية في بيتي. أيوة. عيالي الله يصلحهم خمسة وتعرف يتحرشون اللي يعني يزعل ذا يتنكل على ذا ما يبي حد يلمسه. فقلت صباح كل يوم فرض سلم بلسانك وتسلم بتصابح بيدك. واللي بيحضني الله يجزاه خير ضريبة ذي والله العظيم. في البداية يعني تلكلك ومستحيين من بعض ومشوفون ردة بعض لكن والله العظيم أدمنوها. يا سلام. وحسنت من طبيعة علاقتهم في البيت. بس قد يكون معي فهي تجربة اجتماعية. يا هني كلام قديم من السلام يعني أبو فارس أحد السلام وكذا السلام وابتسامة. لكن الصدق لو كل واحد من هالعيد يطبق تجربة اجتماعية ايا كانت هذه او امثالها في البيت فتكون يعني تغيير للمستقبل. يا حظ عيالك بك حبيبي. الله يعزك. طيب انا استاذنكم الوقت
ما نستطيع يا اخوان، لكن الشيخ فهد ابو انس كلمه اخيره حبيبنا. الله يسعدك. انا ممكن اختم بثلاث كلمات. طيب، الاولى، الكلمه الاولى، هناك ثلاث كلمات ممكن تقولها في العيد غدا، وانا اعتبر هذا من المستحسن في القول. اولا شكرا لمن يستحق كلمه شكرا. يا سلام. الزوجه في البيت، من عمل معك، من وقف معك، من قدم لك، قل له شكرا. يا سلام. الثاني، لمن اخطات في حقه قل له اسف. يا سلام. واعتذر منه وقدم له الاعتذار وجاء يعني قبلة الرأس. الثالثة، لمن يستحق كلمة أحبك قل له أحبك. دعونا نتكلم في العيد وغيره في حول هذه الثلاث كلمات، سيكون عيدنا إن شاء الله تعالى سعيد. الله. طيب، أنا بس أختم المبادرة وعيدها، من لديه في الأسرة أختين وأخوين، ما ودنا نقول في الهاشتاج رصني على الخاص في تويتر، أول مشاركة، واحد يقول عندي اختين واخوين، اول مشاركه له ان شاء الله الجائزه. الشكر لكم جميعا، الله كنتم معنا في بشاره للشباب، البشاره انه ما عندي ولا بشاره، نراكم ان شاء الله في اللقاء القادم. استودعكم الله، احلى بشاره الله، في رعايه الله، غدا 7:30 مساء باذن الله عز وجل، ودناكم الله. الله يرضى عنكم جميعا، شكرا لكم جميعا. الله يبارك لبيك. برعايه مؤسسه الملوان الوقفيه. لبيك غفار.